السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم هي لتخسيس البطن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والجوانب. سنستعمل فيها الجزر. ننظف حبة الجزر ونزيل قشر. ثم نبشر الجزر ثم نضع الجزر المبشور في كسرولة. سنحتاج أيضا لبرتقالة. نقوم بتقطيع شرائح منها. ثم نضيف هذه الشرائح إلى الجزر. ثم سأضيف اليانسون النجمي. سأضيف حبة واحدة. لدي هنا قطعتان لأنها مكسورة. نضيف حبة واحدة أو يمكننا وضع حبتان صغيرتان. سنحتاج أيضا للكركم أو العقدة الصفراء. سأضع منها مقدار ربع ملعقة من العقدة الصفراء. ثم سأضيف الماء، نصف لتر من الماء. نخلط الكل جيدا حتى تمتزج العناصر. ثم نضع الكل على النار ليغلي جيدا. بعد أن غلت المكونات نرفعها من على النار. ثم نغطي الكل ونتركه ليبرد. ثم سنقوم بتصفية الكل. سنحتاج لقمح ولمصفاة وطبعا لوعاء زجاجي. Thank you.
وبذلك نكون قد حصلنا على مشروب يقضي على الدهون وتحديدا دهون البطن. وبالنسبة لطريقة الاستعمال فهي كالآتي: نقوم بشرب كأس من هذا الشراب المنحف، بعد كل وجبة نتناولها، أي سنتناوله بهذه الطريقة، يعني كأس بعد وجبة الإفطار بنصف ساعة، والكأس الثانية بعد الغداء بنصف ساعة أيضا، والكأس الثالثة ستكون بعد تناول وجبة العشاء بنصف ساعة. نستمر بهذه الطريقة على تناول هذا المشروب للتخلص من دهون البطن بالكامل. خلال أسبوع واحد فقط ستلمسون الفرق بأنفسكم، ستختفي البطن الكبيرة والمدلدلة، كما أنكم ستلاحظون يعني أن خصركم قد بدأ أنحف من السابق. الباقي من الخلطة احتفظوا به في الثلاجة لتناولها، الكمية ستكفينا لتناولها خلال يوم واحد، وبعد ذلك يمكنكم معاودة عمل هذه الخلطة القاضية على الدهون. وبالطبع للحصول على أفضل النتائج لا تنسوا شرب الماء بكميات وفيرة، وأيضا مارسوا الرياضة والحركة، فهي أيضا تساعد على تخليصنا من الوزن الزائد. ابتعدوا عن الوجبات السريعة والدسمة، وأيضا احصلوا على تغذية متوازنة ومتنوعة مليئة بالخضر والفواكه. إذا كانت هذه وصفة اليوم للتخلص من دهون البطن، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بها. للمزيد من الاستفسارات والمعلومات لا تترددوا في ترك تعليق. طبعا إن أعجبكم الفيديو لايك لدعمنا وتشجيعنا، وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى تعم الفائدة. شكرا على المشاهدة وعلى تفاعلكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.